الانتر اهم المحاولات. طبعا الكره التي شاهدناها في العارضه وهنا كره خطيره للعبه صح، وصلت صح ممكن جول، ولكن ينقض الموقف جولو سيزار والكره في الجول. جول اول في المباراه، جول اول باليرمو يتقدم بالهدف الاول. هي صح اللعبه صح، وصلت صح، صدها جولو سيزار، ولكن الكره في الاخير الى إليتش. إليتش اذا في اول مباراه له مع ناديه باليرمو يسجل اول اهداف اللقاء لمصلحه باليرمو. هي اللعبه صح، النقله كانت صح، الكره اللي تحولت بالضبط. شوف شوف شوف، هنا الكره اللي لعبت صح، وهنا الانفراد، وبالتالي رده الفعل من جوليو سيزار، لكن بعد ذلك التسديده قويه قويه اتت من إليتش، وإليتش اذا يتقدم بالهدف الاول. لاحظ الكره، باستوري، الكره وصلت الى الارجنتيني باستوري، بعد ذلك اصطدت في جوليو سيزار.